مرحبا يا أصدقائي، قصتنا اليوم حزازير، تأليف عبير الطاهر، رسوم أديب مكي، صوت ليحتيت، عنوانها من أنا؟ هيا لنبدأ. أنا بنت في الرابعة من عمري، شعري أسود قصير، أبدأ اسمي بحرف اللام. هل عرفتم من أنا؟ أحسنتم. عندي عرف أحمر وريش ملون، أمشي على قدمين اثنتين، أصيح عندما يأتي الصباح فأوقظ الجيران. كوكو كوكو، من أنا؟ أمشي على أربعة أرجل، شعري ناعم والذنب طويل، أحب مطاردة الفئران. مياو مياو، من أكون؟ حزرة جديدة يا أصدقائي، أمشي على أربعة أرجل، أساعد الإنسان في حمل الأثقال، لي أذنان طويلتان وذنب أحركه فأطرد الذباب. هل عرفتم من أنا؟ نعم نعم حزلتم. واحدة جديدة الآن، لوني أخضر، أعيش على اليابسة وفي الماء، أقفز من مكان إلى مكان. أكلي المفضل هو الحشرات. الآن هل تعرفون من أنا؟ جئت من الغابات ووضعوني في قفص، منقاري كبير معكوف، لي ريش ملون. من الغريب أنا أقدر أن أتكلم. مرحبا مرحبا، من أنا؟ أمشي ببطء شديد، حمية بيتي معي، أكل عشب وأوراق الشجر، عندما أخاف أختبئ داخل بيتي فأشعر بأمان. أنا البطيء من أكون. والآن جاء دوركم أنتم لتحذروا أصحابكم للقاء.